شهدت جماعة القليعة بإقليم إنزكان أيت ملول احتجاجات غاضبة بعد وفاة بائع متجول في الشارع العام، حيث طالب المحتجون بفتح تحقيق شفاف للكشف عن ملابسات الوفاة، مؤكدين أن هناك محاولات لطمس القضية. وفي الوقت نفسه نفت السلطات المحلية أن تكون الوفاة مرتبطة بعملية تحرير الملك العام، موضحة أن البائع تعرض لطارئ صحي مفاجئ وتم نقله إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاته. وأكدت السلطات أن التحقيق القضائي الجاري سيكشف الحقيقة كاملة